فرجاني ساسي ملفه اتقفل. اتقفل ازاي؟ يعني خلاص سيبتوا الملف ده دلوقتي مثلا هولد عليه، ولا لسه مفتوح وفي كلام وممكن نسمع خبر كويس ان فرجاني جدد مع نادي الزمالك؟ فرجاني كل، انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، كل الكلام اللي بيتقال من نهايه شهر 11 لغايه النهارده عن فرجاني ساسي غير واقعي، غير دقيق، ولم يصدر به اي تصريح رسمي من نادي الزمالك او من اللعيب نفسه. لا اقدر اقول لحضرتك ان فرجاني ساسي لعيب ملتزم زيه زي بقيه كل فرقه لعيبه الزمالك كلها لعيبه ملتزمه، محدش متمرد، محدش رفض التمرين في مره، حتى لما فرجاني خد اجازه وسافر هو خد اجازه وسافر باذن الجهاز الفني، والدليل ان هي لم تصدر عقوبه ضده لا من الجهاز الفني ولا من مجلس الاداره. لا انا بتكلم على تجديد يا فندم، مش على السي في بتاع فرجاني. بما اني فرجاني لعيب بينتمي لنادي الزمالك وبيحب جماهير الزمالك وجماهير الزمالك بتحبه، فهو مستمر اكيد مع نادي الزمالك. تجديده هيعلن لما نخلص التجديد. تمام، ده بشرة خير. ده انت يعني ما شاء الله، ده انت اديتنا كلمتين يعني فيهم بشرة كبيرة لنادي الزمالك ان فرجاني هيجدد. فرجاني ساسي ما قالش مرة، أنا ما سمعتش أي تصريح لفرجاني ساسي إن هو مش عايز يجدد للزمالك. تمام. وكمان ما فيش أي حد من مجلس إدارة نادي الزمالك أو المدير الفني قال أنا مش عايز أجدد لفرجاني. بشرة خير يا فندم، بشرة خير. ده أنت بشرت جماهير نادي الزمالك، اديتهم النهارده كده حاجة نافعة. نادي الزمالك واثقة في فرجاني وواثقة في الجهاز الفني وواثقة في الإدارة. تمام. هي بتشتغل في الاتجاه السليم. تمام. فلوس مصطفى محمد هتوصل إمتى؟ فلوس مصطفى محمد المفروض ان هي توصل حسب العقد اللي بيننا وبين جلطة سرايب 48 ساعة من استلامه من البعثة الدولية، مرة 24 ساعة، وهم النهاردة كانوا على اتصال بيا انا شخصيا وقالوا لنا ان هم خدوا الاجراءات عشان يحولوا الفلوس. انا ما كنتش في النادي، انا كنت في المحلة طول النهار مع باقي زملائي من مجلس الادارة. أي. فما اعرفش اذا كان التحويل وصل للنادي النهاردة ولا هيوصل بكرة، لكن احنا حاطين شرط جزائي على جلطة سرايب، لو عدت ال 48 ساعة وعدى بعدها خمس أيام الفلوس ما وصلتش نادي الزمالك هيتحملوا غرامة قيمتها 500,000 دولار، وبعدها أي يوم تأخير غرامة تانية 50,000 دولار لغاية ما يحولوا لنا الفلوس. حاجة تانية بقى، بما إن حضرتك فتحت الملف ده، أنا إمبارح كنت شايف عند حضرتك ضيوف بيتكلموا إن جلطة سراي كان باعت عرض قيمته 4,750,000 دولار. لا ده أول إمبارح. أو أول إمبارح. أستاذ أحمد درويش. طيب اللي أنا عايز أقول لحضرتك بس، يا ريت ترجع للسكرين شوت اللي حضرتك حطيتها من الجواب اللي الأستاذ أحمد درويش كان جايبه. تمام. وقارنها بالإيميل الثاني اللي أولاً كان فيه مفاوضات.